الله الرحمن الرحيم. حبايبي المتابعين، مثل ما شاهدتم الصور في بداية المقطع إن شاء الله. طبعا اشتريت صراحة هذه الوحدة شارب من الشركة هذه من باب التجربة للأمان، وليس إعلان للشركة، فقط حبيت أني أجرب أو أختبر صراحة مواصفات هذا الجهاز. سعره جيد مقارنة مع الأجهزة التي في نفس المستوى من ناحية الانفرتر، لأن هذا الجهاز مثل ما قيل لي أنه فل انفرتر، يعني بالكامل انفرتر، وراح أكشف عنه صراحة، راح أفسخه بالكامل قطعة قطعة وأشوف صراحة المبخر، المروحة، الكمبرسر، الوحدة الخارجية، الوحدة الداخلية، ما هي المكونات، شو المميزات، شو هو الجيد فيه وما هو الغير جيد فيه. طبعا هذه الوحدة 2 طن شارب، غاز R32 الجديد، ومثل ما قرأت صراحة على السريع وليس بشكل مفصل أن الاستهلاك راح يكون سعة التبريد، خلنا نقول سعة التبريد ممكن راح تكون، ممكن صراحة ما قريتها سعة التبريد، قريت فقط الاستهلاك لأنه ما كان عندي وقت، فقط قريت الكونسبشن وات اللي هو استهلاك الطاقة تقريبا 1700، ولكن غير متأكد إذا كان على وضع T1 وليس T3، لأن وضع T3 ممكن استهلاك الكهرباء راح يرتفع بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض التبريد، عكس أو مقارنة مع T1 اللي تكون فيه درجات الحرارة أقل من 35، وبالتالي راح تحصل على تبريد أفضل واستهلاك أقل. زين، مثل ما قلت راح أفصل الجهاز بالكامل ونشوف ونشاهد معا ما هي المميزات الجيد الغير جيد في هذا الجهاز. طبعا هذه ليست دعاية لهذه الشركة وليس دعاية لهذا الجهاز، أنا من الناس صراحة اللي يحب أجرب، أنا من عشاق أمانة الأو جنرال توب رقم 1 بالنسبة لي، ولكن شوف السوق ماذا يوجد به، وهل هذه الأجهزة المتوفرة في السوق تؤدي الغرض بالنسبة لأي شخص مقارنة مع الأسعار، لأن الأو جنرال الانفرتر صراحة ممكن يوصل 2 طن بسعر 4000 وشيء أو 5000 درهم، ممكن يوصل بهالسعر غير متأكد، مقارنة بشراء وحدة أخرى ممكن تؤدي نفس الغرض انزين بسعر أقل، عرفت ولا لا؟ و راح تفيق. طبعا الجهاز هذا ما أعتقد أو يجب أن تسألوا صراحة الشركة البائعة إذا كان معتمد في داخل الدولة من ناحية المواصفات، زين، لأن اعتمادات أو شروط الاعتماد بالنسبة للهيئة المواصفات وأيضا لهيئات الكهرباء تتطلب صراحة موافقات خاصة وشهادات خاصة معتمدة لكي تقوم بتركيبه في المنازل الجديدة أو المباني الجديدة، ولكن من ناحية مثلا شراء وحدة فقط ولا تحتاج أنك تأخذ موافقة مثلا شركة الكهرباء لتركيبها أو اعتمادها، ممكن تشتريها وتركبها. هذه الأشياء لازم أن تسأل البائع، طبعا خاصة إذا راح تشتري عدة وحدات. أعيد وأكرر، هذا المقطع ليس دعاية للشركة وليس إعلان لهذا الجهاز، لأن الجهاز هذا بالنسبة لي أنا تحت الاختبار، راح أفصله مثل ما قلت وأشوف ما هو، ما هي مميزاته وما هي عيوبه، ولكم أنتم في النهاية أن تقرروا هل هذا الجهاز جيد مقارنة مع الأجهزة السابقة. وأيضا في مقاطع سابقة فصلت فيها أو فكفكت فيها، فكيت أجزاء كثيرة من هذه الأجهزة، ميتسوبيشي أو جنرال ميديا، كل الأجهزة اللي اشتريتها فصلتها صراحة، من باب أن الواحد أو المشاهد يستفيد يشوف
حجم الوحدة الداخلية، حجم الوحدة الخارجية، المبخر، الشبك، ما هي مميزاته، عيوبه، زين، ولكم أنتم في النهاية أن تحكموا، زين، وتشوفون هل هو جيد أو غير جيد، هل هو مناسب يؤدي الغرض أو غير مناسب، هل هو مقارنة مع الوحدات الأخرى في أي درجة ممكن تضعه. فتنتظروا المقطع وتابعوا إن شاء الله، لو حصلت فرصة قريبا راح أنشره، ممكن خلال اليومين أو الأسبوع القادم حسب صراحة الوقت الذي راح أجده لهذا الجهاز، لأنه راح أفصله بالكامل سواء كان الوحدة الداخلية أو الوحدة الخارجية. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في صالح هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى متعلم مع جمال. إذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب وأيضا نشر محباكم. إذا كان في أي شخص عنده نفس الجهاز هذا وأستخدمه ممكن يعطينا رأيه، أي شخص آخر ممكن يعطينا رأيه مقدما من هذه الشركة. طبعا شارب هذا تايلندي وليس مصري، يعني ليس صنع مصر ولكن صنع تايلند. راح نشوف صراحة كل الأجزاء اللي فيه، ولكم أنتم أن تقرروا بعدين. إذا عندكم أي تعليق مقدما، أي رأي، أي فكرة أخرى مقدما، ضعوها في أسفل هذا المقطع، وإن شاء الله المتابعين راح يستفيدون. يلا مع السلامة.